بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ونستأنف مع بيان لي ريكومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الصفحة كما نلاحظ، كما قلنا لا لتر إي، لا لتر إي، كما قلنا لاغي، لاغي يعني الطريق، وكما قلنا أيضا voici René, voici René, Lily est sur le mur, Lily est sur le mur de la rue, le mur de la rue. إذن طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الفقرة. رأينا لي، ليلي أغي، ليلي أغي، ليلي أغي. إذن ليلي أنه ضحكة. طبعا كما قلنا لو فيرب غير، هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غير. طبعا كما قلنا بأننا سنرى فيما بعد طريقة الحصول على هاد السياغ، والتي نضعها طبعا بعد لوكسيليغ افوار للحصول على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل، الخاص بالفعل مراد تصريفه. اذا كما عندنا هنا لو فيرب غير للحصول على لو باسي كومبوزي الخاص به، للحصول على الماضي الخاص به، طبعا نضع لو بارتيسيباسي هنا ثم نسبقه مثلا كما عندنا هنا ب لوكسيليغ افوار. اذا عندنا روني نفس الشيء لفعل ليغ، لو فيرب ليغ سلام ميم شوز بور لو فيرب ليغ، نفس الشيء لفعل قراءة. إذا كما قلنا روني أ، نفس الشيء كما عندنا هنا أ لي، إذا روني أ لي، روني أنه قراءة. أيضا كما قلنا بلي إن بليم، فوالا سيت إن بليم، إذا نتكلم عن ريشة. وكذلك ريشة الطائر التي يمكن أن نأخذ مثلا من جناحه تسمى لا بليم. ثم عندنا مي، مي، ثم عندنا مي، مثلا لا بوم إن ميغ، إذا نتكلم عن التفاح أنها ناضجة. لا بوم إن ميغ، التفاحة هي ذاتها كيف هي كائنة؟ أنها ناضجة. ثم لا ميل كما رأينا، لا ميل. إذا كما قلنا أيضا غي، لا غي إلا، لا غي إلا، الطريق هنا، كما نقول الطريق من هنا. ثم نستكمل عندنا هنا فواسي لا غي، فواسي لا غي، فواسي لا غي، ها هي الطريق. ثم عندنا voici Lily، voici Lily، أيضا كما قلنا voici Lily، ها هو Lily. Lily est sur le mur، voici la rue، voici Lily، Lily est sur le mur، إذن ها هي الطريق، ها هو Lily، Lily est sur le mur، إذن Lily هو فوق الجدار. ثم عندنا لي، لي، لي مينا، لي مينا. إذا هنا عندنا لو فيرب ليغ، إذا مرة أخرى عندنا لو فيرب ليغ، عندنا لو فيرب ليغ. طبعا لو فيرب ليغ في الباسي كومبوزي، إذا عندنا مثلا مينا ال ا لي، ال ا لي، كما عندنا هنا غوني ا لي، اذا هي هي قرات، اذا غوني ا لي، غوني انه قرا. لكن طبعا لو فيرب ليغ في البريزون في الحاضر، اذا نقول ماذا؟ نقول ال ال لي، اذا نقول ال لي هي تقرا. اما الذي عندنا هنا لي مينا، اذا هذا هذا لو فيرب ليغ و
ولكن في الامر. اذا عندنا هنا عندنا الامبيراتيف، اذا عندنا الامبيراتيف، اذا عندنا الامر. نقول لي، لي يعني اقرا او اقرأي، لي مينا، اقرأي مينا. طبعا علامة التعجب نضع احيانا ايضا في الامر. اذا نقول لي ثم ليزون، ليزون يعني فلنقرأ. واحد من المجموعة، واحد من التلاميذ يقول فلنقرأ، انه تعطي الامر لنفسه وتعطي الامر للتلاميذ اللي معاه. اذا يقول ليزون يعني فلنقرأ، يقول فلنقرأ. ممكن ان الاستاذ يقول للتلاميذ اقرأوا، اذا يقول لهم ماذا؟ يقول لهم ليزي، كما عندنا هنا ليزي يعني اقرأوا. اذا طبعا فلنقرأ فلتقرأوا. اذا عندنا هنا الامر يعطى لشخص امامك. عندما نعطي الامر لشخص امامنا نقول له لي ثم ليزون، ليزي. اذا عندنا هنا، عندنا هنا لي مينا، اقرأي مينا. ثم عندنا مينا لي، مينا لي، تماما كما قلنا الان. ال لي هي تقرا. طبعا لو فيرب لي يكون بهد الصيغه، طبعا في البريزون لو فيرب لي يكون في هذه الصيغه، يكون في هذه الصيغه عندما نصرفه في البريزون مع ال او مع ايل او مع اون، او مع اون في حالات اخرى. اذا عندنا لي مينا، اقرأي مينا، مينا لي، مينا تقرأ. تقرأ ماذا؟ مينا تقرأ ماذا؟ مينا تقرأ ميغو، مينا تقرأ هذا الاسم. ماذا تقرأ؟ تقرأ ميغو. ثم عندنا مينا الي، مينا الي، تماما كما رأينا قبل قليل غوني الي، غوني انه قرأ، مينا انها قرأت. اذا مينا انها قرأت، مينا قرأت ماذا؟ مينا الي بابا ا ان موتو، بابا ا ان موتو، فوالا سكو مينا الي. اذا هذا الذي قرأته مينا. اذا لي مينا، اقرأي مينا، مينا لي ميغو، مينا الي بابا ا ان موتو. اذا مينا قرأت، ابي عنده، عنده طبعا عندنا هنا افواغ جا بعد منه اسم، ماشي افواغ جا بعد منه، جا بعد منه فعل، هنا تيجي كمساعد باش نصرفو واحد الفعل اخر. اما هنا هاد افواغ هو افواغ نفسه، طبعا في الصرف نقول ماذا؟ في البريزون نقول جاي تيا إيل أ إل أ أون إلى غير ذلك، أون ثم نو زافون ثم فو زافي ثم إيل إيلزون، إلزون ثم إل إلزون. إذن جي تيا إل أ إل أ أونا نوزافون فوزافي إلزون إلزون. طبعا نتكلم عن أفواغ، نتكلم عن أفواغ. طبعا هاد أفواغ اللي في البريزون إلا جا بعد منه اسم، إلا جا بعد منه اسم يفيد الملكية. مثلا كما عندنا هنا بابا ا ان موتو، اذا ممكن انني اقول جي ان موتو، انا عندي دراجه تيا ان موتو، انت او انت نفس الشيء، عندك او عندك ان موتو يعني دراجه، ال ا ال ا ان موتو يعني هو عنده دراجه، بابا ا يعني أبي
عنده الموطو. ال ا الموطو هي عندها دراجة. أن الموطو يعني أن الناس عندهم دراجة. ثم نضاف الموطو نحن عندنا دراجة. فوزافي الموطو أنتم عندكم دراجة. إلزون الموطو هم عندهم دراجة. إلزون الموطو هم عندهم دراجة. لكن ممكن يكون عندنا بعد هد أفواغ ممكن يكون بعد منه فعل. بدل أنني أقول جي الموطو أقول جي لي أنا قرأت. تيا الموطو أنت أو أنت عندك دراجة. تيا لي أنت قرأت. نفس أفواغ. إل أ الموطو هو عنده دراجة. إل أ لي هو قرأ. Nous avons une moto. نحن عندنا دراجة. Nous avons lui. نحن قرأنا. طبعا هاد لي تتكرر بنفس الطريقة. أننا تنضيف لهاد أفواغ. لي تتصرف هو لوفاغ بليغ فعل قراءة. رغم أن المتغير هو لوكسيلياغ. وهاد لوكسيلياغ وهاد أفواغ يتغير بنفس الطريقة عندما يكون بعده اسم فيفيد الملكية. إلزون الموطو هم عندهم دراجة. إلزون لي إلزون لي لي يعني هم قرأوا. إلزون الموطو هن عندهن دراجة. إلزون الموطو هن عندهن دراجة. إلزون لي هن قرأنا. إلى غير ذلك. إذا نستأنف الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.